تمام يا دكتور، كده حضرتك ممكن تبدأ. وضعت اوكي تمام. انا شيرت اللينك بس دلوقتي عندي انا هبدأ. طيب بس دي كده خالص شير. طيب محاضرة اللي هو اليوم الختامي هيشمل معانا محاضرتين، محاضرة خاصة بالفاير بروتكشن والحرائق وتقنيات الإطفاء المعروفة وما هو الحريق وغيره، والمحاضرة الأخرى هتكون عن البي بي إي أو مهمات الوقاية الشخصية أو الحماية الفردية. طبعا للتأكيد كما اتفقنا في المحاضرة السابقة بأن اليوم إن شاء الله في نهاية المحاضرات سوف يتم نشر الماتيريال التدريبية أو العروض التقديمية اللي أنا شرحت منها، هيتم إرسال نسخ بي دي إف منها على الجروبات اللي إحنا شغالينها إن شاء الله. وأيضا الثلاثاء القادم سوف يكون موعد الاختبار الخاص بالدورة بحيث نعطي يعني قدر من الوقت للزملاء إن هم يراجعوا ويعني يجهزوا الاختبار بشكل مناسب. طبعا النار الحريق او النار اشتعال هي من اكثر مواطن الخطوره، لدرجه ان القران الكريم حذر منها، صح؟ ووجدت انها العقاب في الاخره، يعني يقول لك عقابك التخيف من يخاف يدخل النار، فده لشده العذاب بالنار. بل ان الحدود الاسلاميه اللي هي من ضمنها فيها يعني من ضمن الحدود الاسلاميه في القتل او قطع الايدي والقدم عن خلاف والرجم وغيرها، ولكن لم توجد ولم تكن ولا تك ولا يمكن أن تكون داخل هذه الحدود الحرق، على الرغم من في ديانات أخرى طبعا تحرق بغض النظر عن سبب الجرم أو بغض النظر عن طبيعته، ولكن هناك من يحرق، كان يحكم على الساحر أو الساحرة البط بالحرق، وهذا منهي عنه إسلاميا، ممنوع في الإسلام. بل إن حينما يعني وجد أحد الصحابة يحرق بيوت النمل قيل له لا يعذب بالنار إلا رب النار، فنظرا للألم والعذاب الشديد لمن يصاب بالحرق ويصاب بالحروق. ولكن حينما نتحدث عن مخاطر الحريق لا نكتفي فقط بالحرق في حد ذاته، يعني البرن إن يتحرق الواحد كده أو الجلد يتحرق، لا لا لا، مخاطر الحريق أكبر من كده. مخاطر الحريق من ضمنها الاختناق، يعني أنت مش منتظر لحد ما النار كنار كألسنة اللهب توصل لين عندك، لا، الدخان في حد ذاته أخطر من سنة اللهب أو النيران. يعني من الآخر نواتج الحريق في حد ذاتها كنواتج ثانوية تكفي لتشكل حجم كبير من الخطورة. حرائق الغابات حينما تنتشر يقول لك بيستخدم فيها تقنيات اللي هو معالجة النار بالنار، يعني يشوف مكان مشتعل يحيطه بالجرافات ويعني يعمل كده زي جروف حلقة من الجروف كده، جروف سيركل حوالين مكان المشتعل، ولكن ومع ذلك النار تكمل تعدي. تقول طب ازاي النار عدت؟ يعني انا عامل حواليه حلقة كبيرة، فبالتالي من المفترض ان النار في اقصى تقدير هتاكل الجزء اللي هو في داخل الحلقة هذه اللي اتعمل حواليها جروف. طيب ازاي النار قدرت ان هي تتخطى هذا الجروف وتروح للناحية التانية؟ ده عن طريق التطاير اللي هو ايه، الاستاك او الرماد، اجزاء من النيران تتطاير في الهواء فتعبر حتى الناحية التانية. بل ان في احد الطيور اللي هو اعتقد الحدقة لسبب ما غير معروف كان ياخذ الحطب المشتعل ويروح بيه في ايه، في الناحية التانية من الجزء اللي هو مصاب بالنار. فانتشار النار للأسف والأسى يعني سهل، وده بيعظم من الخطورة. إذن هذه كلها كانت مقدمة عن خطورة النار ومدى يعني مدى الكارثية في انتشار النار في وقت ما. ولكن من الناحية الفيزيائية النار جت إزاي؟ كيف يحدث الحريق؟ يهمنا نحن نعرف كيف يحدث الحريق. يقول وفقا لنظرية الاشتعال
بان في مجموعه من التفاعلات الكيميائيه بتحدث بين ابخره الماده القابله للاشتعال والاكسجين والحراره. الثلاثه دول لما بيتجمعوا تحصل مصيبه، تحصل مصيبه. ثلاثي اضواء المسرح اللي هم مين؟ ها، الماده القابله للاشتعال والاكسجين والحراره. ليه اتوجدوا؟ فسوف تكون هذه السلسله الموبوءه ايش هي؟ اللي هي سلسله التفاعلات الكيميائيه. طيب كلمه وجود كلمه عامه، قولها لي تاني من ناحيه الكميه، كيف يعني وجود؟ انت تقول الماده قابله للاشتعال وتقول الاكسجين والحراره، ما الحد الادنى الذي يجب ان تتوافر في كل من هذه العناصر الثلاث؟ سؤالك جميل، سؤالك مرة جميل. الأكسجين تعامل معه أنه، طبعا ده رقم تقريبي، أنه نفس الحد اللي أنت كإنسان بشري محتاجه، كم؟ 19.5%. تعرف المعلومة دي ولا أنت أول مرة تسمعها دلوقتي؟ الأكسجين كستاندرد في الهواء الجوي 21%، ده الستاندرد يعني، خلاص كده ده العادي. النسبة دي في الأماكن النقية، في الأماكن اللي هي الباركس والحدائق والمتنزهات والبيئة الزراعية تزيد شوية كمان، اللي هي ما فيهاش انبعاثات حرارية وغيرها تزيد، تزيد شوية. تطلع في الجبال زي المناطق الجبلية ماونتينز، تروح أبها، جبال السودا، جبال فيفا ناحية جازان، هناك تجد إن في شعور بالضيق، حتى إن السيارات اللي تطلع هناك لازم تكون سيارات دفعها عالي، الهورس باور بتاعها عالي، ومصممه لان هي تتعامل مع الاماكن هذه، يسموها السيارات الجبليه الماونتين فايكنز. ليه؟ لان مع الارتفاع عن مستوى سطح البحر الى مسافه كبيره نسبه الاكسجين بتقل. فانت تجد ان اثر هذه النسبه في هتقل انك تلاقي خلقك ضيق. عشان كده الناس اللي بيسكنوا الجبال ما بيحبوش يهزروا، يعني ما بتهزرش معاهم، ما بيستحملوش. جايب الليمونه تيجي تهزر مع واحد من سكان الجبال ما يتحملكش، لان هو اصلا الاكسجين عنده مش مكفيه. هتبقى انت الاكسجين عليه؟ جرب تولع نار فوق جبل عالي مرتفع، تولع معاك بصعوبه جدا، وده طبعا يؤثر على السيارات في ايه؟ في اني عندك انت محرك محرك السياره قائم على الاحتراق الداخلي، ففي احتراق داخل السياره. نفس المبدأ، ان الاحتراق ما بيكونش كامل داخل السيارة، فبتحس ان السيارة سطحها عالي ومفيش عزم في السيارة. ده كان سبب فيه. طيب ده كأكسجين، قلنا ان احنا محتاجين 19.5% عشان نشتغل اكسجين، والنسبة دي منها لحد ال 21% 19.5% انت عايش مش هتموت كبشري في ظل وجود نسبة 19.5%، ولكن حاسس بالديك، نفسك مكتوم شوية معاك، ولكن هتظل عايش لا يعني لمدى معين. الحرارة، نعم الحرارة كلما زادت كلما تزادت معها ايه؟ احتمالية حدوث حريق. المادة المشتعلة على حسب قدر وجودها، على حسب انتشار الحريق، هتديله 1 كيلو جرام من الغاز هيولع لك 1 كيلو جرام من الغاز، هتديله 2 كيلو جرام من الغاز هيديك 2 كيلو جرام من، طبعا انت عارفين المعادلة الحرارية بتاعت الكيلو جول اللي هو الانتاج الحراري الناتج عن الاشتعال والحريق. طيب قد تكون الماده القابله للاشتعال دي غير منتهيه، ودي الكارثيه اللي بتحصل في الموضوع. عشان كده يا جماعه احنا لما بننظر الى خطوره موقع من المواقع من ناحيه الحريق، بنشوف وش محتوى هذا الموقع، ايش محتوى المكان ده، عباره عن ايه؟ مستودع. ركز، مستودع مخزن يعني باللهجه المصريه، المخزن ده ولا المستودع محتواه عباره عن ايه؟ ما هندخل في التفاصيل، بس كلمه مستودع يبقى الغرض منه التخزين، يبقى هيكون في تراكم لهذه الماده القابله للاشتعال، تراكم حجم كبير. طيب وش الماده اللي جوه التراكم هيكون عباره عن ايه؟ ده هيودينا للصيد اللي جاي بعد كده، اللي هنتكلم فيها عن تصنيف المواد القابله للاشتعال، لان حسب ما هذا التصنيف اللي هو تصنيف المواد القابله للاشتعال يتم تصنيف الحريق. إذن الفائدة، الحريق يصنف حسب نوع المادة المشتعلة، وبناء عليه يتم
وضع وتصميم طريقة الإطفاء المستخدمة للتعامل مع الحريق. طيب حصل الحريق، إيش النواتج؟ حرارة ولهب وضوء مصاحب للحرارة وغازات مختلفة، وهذه كلها مصادر خطر، بوتنشيال هازارد. الحرارة، نعم حرارة عالية جدا لدرجة أن فرق الإنقاذ، أحيانا بعض من أفراد فرق الإنقاذ اللي بتدخل عشان تنقذ أحد الأفراد، يعني منهم من يستشهد نحسب ذلك بسبب الحرارة، مش هقول لك بسبب الاختناق أو بسبب الاحتراق، لا الحرارة في حد ذاتها. اللهب المباشر معروف، والضوء في الترا فايلتك يصاحب نفسك ما تيجي تبص في النار التدفئة، انت رايح البر مولع في جذع ولا حاجة وتشوف انت عايز تركز في النار مش عارف عينك تتعبك نظرا للضوء المصاحب فيه. ايضا الغازات خانقة، مين هو القاتل الصامت اللي قلته قبل كده في محاضرات سابقة؟ من هو القاتل الصامت اللي يمثل احد الغازات الناتجة عن الحريق؟ مين القاتل الصامت ده؟ ها ايوه برافو، عاش يا خزام. اول اكسيد الكربون، اول اكسيد الكربون. تقول H2S، شوف ال H2S يعني الميزه والشيء اللي دي اقل من السي او، في ان ال H2S في ريحه البيض الفاسد، في الريحه المعروفه عنه تميز الريحه هذه، فانت راح يعني خلاص الريحه دي راح تخليك تحس بالخطوره فتطلع من المكان. لكن السي او اول اكسيد الكربون ملوش ريحه، ملوش ريحه، فده اللي وملوش لون ولا شكل ولا زي ثاني اكسيد الكربون كده، فبالتالي يعني يعتبر قاتل صامت ماشي. فده اول اكسيد الكربون. احنا قلنا العوامل هذه المادة المشتعلة والحرارة والأكسجين، واللي محتاجين إلى سلسلة من التفاعلات الكيميائية لاستمرار الحريق. طبعا معلومة هذه للتصحيح، أخذت أحد المراجع 16% لن تعطيك حريق. هات فاكيوم بامب اللي هي مضخة سحب هواء، اسحب بها من الهواء الموجود اللي هيقل، وبالتالي هتقل معاه نسبة الأكسجين. لن تجد أن الحريق يظل صامت، بيروح 19.5% اللي هي الحد الأدنى لتنفس الإنسان هي ذاتها نفس النسبة اللي أنا أقول لك كده، يعني من تجربة عملية اللي المفروض أن الحريق يستمر عندها. هتقل عن 19.5%، لا الحريق هيبدأ ينطفي بالتدريج. المادة القابلة للاشتعال بنعرفها بنفس تعريف المادة بتاع الفيزياء، اللي هي كل ما له وزن ويشغل حيز من فراغ سواء كان عنصر أو مركب أو خليط. وهذه المادة قد تكون في أحد الصور الثلاثة المعروفة، الصلبة والسائلة والغازية. طيب أقول نقطة، يعني الصورة الغازية من المادة هي أحد أخطر أنواع، أو مش أحد، أقول هي على العموم أخطر أنواع المواد المشتعلة، صح ولا غلط؟ أقول تاني، المادة القابلة للاشتعال في الصورة الغازية هي أخطر أنواع أو أخطر صور المادة المشتعلة، صح ولا غلط؟ طيب ذكريات قالت صح، محمد أبو زايد قال صح، وهاني قال صح. لا مش صح. ليه مش صح؟ نشوف ليه مش صح. مش صح يا جماعة، لأني أنا هسألك سؤال تاني هتعرف ليه مش صح. يعني أنا لسه هسألك سؤال تاني عليه. أيهما أخطر؟ أيهما أخطر؟ غازات المشتعلة معروفة زي الأستلين وال
والبيوتان والغاز البوتاجاز المنزلي المعروف، هذه الغازات المشتعلة، هذه أخطر ولا المواد الصلبة المتفجرة؟ أيهما أخطر؟ ده كده عامل زي الصراع بتاع جودزيلا ومش عارف اسمه ايه هونج كونج، ده اللي كان الصورة اللي بتيجي فاكرها؟ صراع الجبابرة هنا. كده بنقارن، يعني انت لما تيجي تقارن ان عندك المواد اللي هي اصلا مواد صلبة بتصنع منها متفجرات. ليه؟ لأن التفاعل الكيميائي المصاحب لتلك المواد الصلبة المتفجرة ينتج عنه تفاعل إضافي متتابع متسلسل زي الأمونيا مثلا، تمام؟ ينتج عنه إن هو بيحول المواد اللي حواليه دي كلها إلى مواد مشتعلة. شوف لي فيديو حريق مرفأ بيروت، شوف الفيديو دوت معا كده فيه واستينقص وخد لك شفطة شاي وأنت بتتفرج. ايوه شكل عيش الغراب اللي حصل ده. ازاي المينا يعني المينا في خلال دقائق معدوده خلاص اختفى، ازاي ده حصل؟ لان في تفاعلات مصاحبه. هذه التفاعلات المصاحبه زي الامونيا اللي بديها مثال في ميناء بيروت خلت نطاق النار مش النطاق اللي هو فيه المواد المخزنه، لا في دقائق كان عملت لك السحابه الناريه اللي انت شفتها دي. بسبب ايه؟ بسبب التفاعلات الكيميائية يعني اذا خطورة المادة لما تكون سائلة وصلبة وغازية كمادة مشتعلة، هي طبعا خطيرة جدا، المادة الغازية المشتعلة جدا جدا خطيرة، بالذات الاستيلين طبعا. وهقول ليه بعد شوية. هي خطيرة ورغم خطورتها تظل الخطورة منها فيها. يعني هي خطرة بس لو قفلت المحبس بتاع الغاز خلاص راح. لو فتحنا الهواء وفتحنا الشبابيك وهوينا المكان شويه وكده راحت، لو حاولنا بقدر الامكان ان احنا نجيب عليها غاز ثاني اكسيد الكربون مثلا او كده اوكي تلم، رشيناها بالفوم هتبرد. كل دي طرق يمكن من تخفيف المواد اللي هي ايه العاديه اللي احنا بنتكلم عنها. لكن المواد المتفجره الامونيا وغيرها، هذه المواد لو اتفتحت مش هتتقفل، ما تدورش ما تحاولش ما تقبلهاش نظام اطفاء، نضحك على بعض ولا سيبك من الكلام المروج اللي بيقول لك طفايات نوع دي ومش عارف ايه، لا 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 كلام منطقية مش هتطفي، تتفرج عليها لحد ما تخلص لوحدها. ما فيش تدخلات حتى الآن يمكن أن تتعامل بشكل فعال مع هذه الأنواع. اتفقنا الأكسجين إنه موجود في الهواء بنسبة 21% و يعني يعادل خمس الهواء العادي كمكعب الهواء، والنسبة المتعارف عليها كحد أدنى هي 19.5%، والحرارة هي شكل من أشكال الطاقة. يعني كلما كان في عندك مصدر حراري hot source كلما كان هناك احتمالية حدوث حريق. بما يعني أن حينما تكون هناك أعمال صيانة، أعمال تركيبات، أعمال إنشائية في الموقع اللي أنت شغال فيه، ووجد أن هذه الأعمال ينتج عنها مصدر حراري، يجب أن يتم استخراج تصريح خاص لهذه الأعمال، يسمى تصريح العمل الساخن الهوت وورك بيرميت. ليه؟ في حرارة يبقى لازم يكون في تركيز على هذا المكان، في حرارة يبقى لازم يكون في تركيز على هذا المكان. طيب الهوت وورك بيرميت ده زي ايه مثلا؟ الاعمال اسف اللي هو الهوت ريسورس ده زي ايه مثلا؟ ايه ممكن من الاعمال اللي عندك في المبنى في الموقع صيانه ولا تركيبات يكون فيها حراره ناتجه عنها؟ زي ايه؟ حد عارف؟ اللحام، اعمال اللحام. عشان كده احنا بنوظف شخص كده اثناء اللحام بنسميه الفاير ووتش. الفاير ووتش ايه؟ الفاير ووتش ساعة الحريق يعني ولا ايه فاير ووتش ده يعني؟ لا ووتش مشاهد، يقول لك ووتش تي في. فالفاير ووتش ده وظيفته هي مراقبة قبل واثناء وبعد اعمال الحريق. قبل يتأكد ان الموقع اللي فيه اللحام ما فيهوش مواد تانية قابلة للاشتعال من الممكن
أن تفاقم الشرر الناتج عنها ويؤدي إلى حريق. أثناء للتأكد من أن الشرذ الناتج عن الحريق أو الحرارة الناتجة لم تصب شيء. بعد للتأكد لمدة 20 دقيقة ولا 30 دقيقة كده بعد انتهاء اللحام، للتأكد من أنه لم تنتج هناك حرائق كده بسيطة صغيرة كده على جنب من الدارية، من الممكن أن تتفاقم بعد وقت آخر. فالفاير ووتش يا جماعة وفقا للكود بتاع الأوشا ليها دورة خاصة كمان فيها، وشخص مؤهل ومجهز بالطفايات والتجهيزات اللي هو محتاجها للتعامل مع الحريق أثناء أعمال اللحام. الحرارة ممكن تيجي في أي وقت، الشمس، مصدر حراري، ارتفاع درجة الحرارة في الصيف تزداد الحرائق. المصادر الكيميائية ممكن في تفاعلات كيميائية تؤدي إلى حرارة ناتج عنها، واحنا قلنا بالكيلو جول بتشوف التفاعل الكيميائي ده طلع منه كام كيلو جول حراري كده تتضايق. المصادر الميكانيكية زي الاحتكاك اللي يحصل في المواد في المعدات الميكانيكية وغيرها، والتيار الكهربي الساكن أو المتحرك. احنا اتكلمنا برضو عن التيار الساكن في محاضرة الكهرباء، وقلنا دور التيار الساكن في حدوث الحريق، والانفجارات والانشطارات النووية المعروفة. طبعا سلسلة التفاعل الكيميائي، السلسلة هذه تعني تآلف وتعاضد كل من الحرارة والأكسجين والوقود بنسب محددة لحدوث التفاعل اللازم واستمراره لإكمال عملية الاشتعال. ما هي الأسباب الدارجة للاشتعال؟ الأسباب الدارجة للاشتعال: الإهمال، تدخين الأماكن سواء كانت دول أو شركات أو مجمعات اللي التدخين فيها شيء عادي وسهل تتوقع حدوث فيها حريق في أي وقت. سوء الاستعمال للتوصيلات الكهربائية، وتكلمنا عن التوصيلات الكهربائية وسوء الاستعمال في محاضرة الكهرباء بشكل تفصيلي، والظواهر الطبيعية زي الصواعق اللي هي البرق، الحرارة العامة، وجود أعاصير تؤدي لسقوط بعض المواد قبل الاشتعال زي اسطوانات البوتاجاز أو غيرها فتؤدي إلى حريق. والحرائق العمدية اللي فيها تعمد، شبهة جنائية، إخفاء معالم جريمة ما، أو التحايل على شركات التأمين. عشان كده إخواننا المصريين أبناء البلد الأعزاء القاطنين في المناطق السياحية، المراكب السياحية والفنادق السياحية، يتذكروا معي كما أتذكر جيدا ما حدث من حرائق عام 2011 في المراكب السياحية، لأن هم شايفين إن السياحة خلاص وقفت وما فيهاش أكل عيش، فالحل هو في السلام التأمين، فيتم نقل كل ما خف وزنه وزادت قيمته وزاد ثمنه خارج المركب، ومن ثم عمدا يتم إشعال المركب أو الفندق حتى. تمام، وخلاص أروح أجيب بتاع التأمين وأقول له أنا عامل تأمين ضد الحريق، اصرف لي البوليصة. البوليصة قد يكون قيمتها مثلا 10 مليون، هو عامل البوليسه ان لو المكان بتاعه اتحرق هياخد 10 مليون، ولا هياخد ال 10 مليون كاش في ايدي والله اعلم السياحه رجع امتى، فاطلع اروح استثمرها في مشروع تاني بره مصر ولا حاجه. ده كان شائع، ده كان شائع ومعروف في 2011 بالذات. طبعا الحراره واللهب والغازات والدخان السناج او الهباب او الرماد او الحطب المحترق هذه كلها هي نواتج من الحريق، ولها ما لها من آثار جانبية على البيئة والكائنات الحية. الغازات طبعا أخطرها غاز سي او أو أكسيد الكربون. الرماد يظل ملوث بيئي لفترات طويلة بعد انتهاء الحريق، يظل الرماد في حد ذاته ملوث بيئي خطير. الحرائق البترولية اللي بتحصل في محطات البترول برضو للأسف بينتج عنها غازات سامة عديدة، يعني لما يحصل نتيجة لخطأ ما حريق في محطة بترول، مش محطة بنزين يعني، لا محطة من محطات المعالجة النفطية الريفاينري ريفاينري ستيشن، فالتأثير البيئي لهذا الحريق هيكون يعني تأثير مش في مكان المحطة، تأثير على المنطقة بالكامل. يعني الأخطر كمان لا سيما لو كانت على محط على بحر، وفي الغالب هذه المحطات بتكون على بحر عشان النقل بتاعها يكون مباشر عبر الموانئ البحرية، فده بيدي خطورة على البيئة البحرية بشكل كبير جدا. في قاعدة نعرفها أن الهواء الساخن يصعد إلى الأعلى،
قاعدة مهمة، الهواء الساخن يصعد إلى الأعلى والهواء الأبرد يكون تحت. عشان كده لما تنام على الأرض تحس التكييف ضربك أحسن، صح؟ الهواء تحت. طيب نفس المبدأ في الحريق، دايما نقول اللي عايز ينجو ويخرج مخرج الطوارئ ياخد الأرض كده زحف، أقل مستوى على الأرض زحف، لأن ارتفاع الدخان دايما يكون إلى الأعلى من السقف وأنت نازل لتحت، والترتيب بتاعه من فوق لتحت يكون أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون، جزيئات الكربونية، ثاني أكسيد الكبريت، البخار الماء، ثاني هيدروجين، الغازات الأخرى. بعد زي ما اتفقنا ان اخطرها هو اول اكسيد الكربون، يعني نسبته عاليه من النواتج. هذا ترتيب الحراره، درجه حراره منخفضه معتدله العاليه الاعلى متوسطه، يعني مش معتدله انا حاجه حلوه، متوسطه شويه. هنصنف الحرائق الى حرائق الفئه الف والفئه ب والفئه جيم. يعني لو انت بتحب تاخدها بالانجليزي سميها معايا ال A B C D، A B C D. عايز تاخدها بالعربي الف ب ج د. فال A B C D دي هنصنفها كالاتي: A او الف هي حرائق المواد الصلبة، ال A بما لا يشمل المواد المتفجرة اللي اتكلمنا عنها قبل شوية. اوكي؟ بما لا تشمل المواد المعدنية القابلة للاشتعال. اما بي او ب فدي حرائق المواد السائله والغازيه، المواد الملتهبه، يعني اسطوانات بوتاجاز، المواد البنزين، الكيروسين، الديزل وخلافه. الجيم اللي هي سي يعني حرائق المواد الكهربائيه الموصله بالكهرباء، الموصله تحتها خطين اللي هي اللايف، اللايف بارتس اللي فيه كهرباء واصله فيها. ان كان مثلا في صوره شائعه منتشره لعامل اطفاء، عسكري اطفاء، بيطفي اعتقد كان ايه، كان ترانسفورمر، كان محول كهرباء، بيطفي محول كهرباء بالميه، والصوره منتشره عن الجاهل ومش عارف ايه وكده. شوف الموضوع له زاويتين يا جماعه عشان بس نفهم الصوره دي، الموضوع له زاويتين. الزاويه الاولى هو بيطفي ايه بالظبط؟ هل المولد ده، هل المحول ده فيه زيت؟ عارفين درس الكهرباء منكم المحولات انواع، والمحولات الحديثه في الوقت الحالي كلها ما فيهاش زيت، بيبقى نظام تبريد هواء، تبريد قصري. فلو ما فيش زيت في المولد في المحول فاتس اوكي، ما فيش مشكله كده في الميه، لسه جينا لحاجه ثانيه. هل في كهرباء؟ انا مشكلتي في المحول حاجتين، كهرباء وزيت. اكيد يعني بديهيا ما فيش كهرباء، ان لو في كهرباء وراجل بيدفي من الميه كنت هتشوف العاب ناريه كده شغاله، كنت هتشوف فعلا العاب ناريه بتشتغل. ما فيش كهرباء، فهو الكهرباء مفصول عنه، ونوع المحرك المحول ده ما فيهوش زيت، تبريد هواء قصري، فبالتالي لا مضض من ناحيه السيفتي في استخدام الميه، ولكن هذا هيؤثر على الكفاءه التشغيليه للمحول ده، او يعني هيقضي عليه تماما، يعني بعد كده مش هيشتغل تاني. لكن احنا نهدف الى ان احنا بعد نهايه الحريق نعمل حاجة اسمها الريستور. الريستور دي انك ترجع الحاجة الى وضعها وطبيعتها التشغيلية مرة اخرى، وضعها وطبيعتها التشغيلية مرة اخرى. طبعا النوع سي ده خلاص واضح، النوع دي اللي احنا كنا نتكلم عنها اللي هي كل المواد اللي الصوديوم مثلا، الليثيوم، البوتاسيوم، هذه كلها النوع دي. طيب وين الليثيوم؟ وين أقرب مكان فيه ليثيوم؟ هات لي كده أقرب مكان حاول أكون جالس كده يكون فيه ليثيوم. نعم، البطاريات، بطارية الجوال فيها ليثيوم ولا لا؟ فيها ليثيوم، موجودة في كل مكان، في الجوال، في ألعاب مش عارف في بتاع. طب الصوديوم موجود فين الصوديوم؟ الصوديوم موجود في الحجارة بتاعة الريموت. حجارة الريموت دي اللي انت بتشوفها في الريموت والساعة والكلام ده فيها ليثيوم، فيها آسف صوديوم. طيب الفوسفات موجود فين؟
انت لازم تبقى عندك النولج، مهمه جدا المعرفه، تكون عارف المواد اللي انت بتتعامل معاها، الفوسفات موجود فين، اين يمكن ان نجد الفوسفات، اقرب فوسفات حولك موجود فين. الاسمده الزراعيه، مفيش اي مزارع حواليك، اغلب المزارع بتستخدم اسمده الفوسفات، حتى المزارعين كده اللي مش متعلمين عارفين اسمه فوسفات، يقول لك والله امبارح صبخت الارض بالفوسفات، هو عارف ان ده فوسفات بس ما يعرفش خطورته ايه. مش ما يعرفش يعني، هو بيعمل نفسه ما يعرفش، لان انا وعندي كده 10 سنين كنت اشوف كده الشباب يعني الشباب المغامر الحلو الجميل ده بيجيب الاسمده الزراعيه شويه كده صغيره يدوب على طرف صباعه ويخلطهم مع فتات الكبريت، كبريت مش ماده الكبريت يعني، لا احنا بنقول عليه كبريت اللي هو الثقاب المستخدمه في الاشتعال، يحط كده حته فت الثقاب اللي هي بتاعت الكبريت دي اللي هي لونها احمر من فوق، يقطعها كده بقطر ولا باي ماده حاده آلة حاده، ويحط معاها كده شويه بس على طرف صباعه من الفوسفات. طبعا بنتكلم على الاطفال، والاطفال احباب الله، بعد ما يجيبهم كده يحطهم في زي مكان مضغوط كومبريسور، اي لا مش كومبريسور، لا يعني يعني هو يضغطها، يحطها مثلا كده في اي حجره كده مغلقه ويجي ضربها كده ايه على اي حجر او اي خرسانه او اي اسفلت، حتى طبعا احد اسباب خراب الاسفلت في المنطقه والمطبات المعروفه، تسمع صوت رهيب، صنع في مصر يعني، صنع في مصر فعلا. طيب حد هنا من جنة؟ في حد من الصعيد من جنة حاضر معانا؟ مفيش حد من جنة. طبعا بتوع جنة يفتخروا بالعيد القومي للمحافظة مش في شهر مارس تقريبا من كده، اللي هو لا زال حتى الآن العيد القومي. طيب عصام، ليش العيد القومي بتاع جنة؟ اللي هو إغراق السفن الفرنسية اللي كانت جاية تحتل جنة. أوكي طيب ليه، ايه اللي حصل يومها؟ المزارعين والفلاحين من كام سنه الكلام ده يا جماعه؟ الكلام ده 800، كان ده من حوالي داخل 300 سنه دلوقتي يعني 280 سنه 300، جربنا يعني نقول بالتقريب نكمل 300 سنه. فالمزارعين البسطاء دول لما شافوا ان في سفن فرنسيه جايه تحتل الصعيد، لان الصعيد لم يحتل، الصعيد في مصر لم يحتل لا من بريطانيا ولا من فرنسا على عكس الشمال المصري. فشاف السفن جايه فورا جابوا الزلع تحت الميه، زلعه الميه اللي هي القله اللي بيشربوا فيها الميه دي، حشوها بالفوسفات الخام. الفوسفات الخام قبل ما يكون في مصانع اسمده ويتم تصنيع الفوسفات كان يستخرجوه من اماكن معينه من الجبل ويستخدموه كسماد للارض كده بالفطره، من الجبل حطوه وحطوه في اللي هي القله بتاعت الشرب بتاعت الميه دي، تمام، وحطوا الجلل دي في مراكب صغيره بتاعت صيد السمك، مراكب صغيره جدا هي دوب تشيل نفرين كده، وزرعوها كده في النيل مياه النيل وتوزعت، وربطوها اول ما جات السفن الفرنسيه جربت من السفن من المراكب اللي هي بيسموها ليها اسم كده السنبك اللي هو الصغير دوب يشيل فرد او فردين، فورا ولعوا بحبل النار في هذه السنابك الصغيره، ومع ارتطامها بالمراكب الفرنسيه اشتعلت على الفور. وطبعا دي كانت المقدمه الاغلب من السفن الفرنسيه، والسفن اللي باقيه خافت ورجعت انسحبت وهربت على القاهره مره ثانيه. بتكلم عن حاجه يعني جربت من 300 سنه، بس كان في فهم يعني ايه بارود وان ازاي البارود. طبعا هذا النجع سمي، او هذه المنطقه اللي حصلت فيها الحادثه من بعدها سمي بنجع البارود، لان هو تم استخدام البارود فيه. فمن 300 سنه والعقليه البشريه فاهمه يعني ايه بارود، وعارفه يعني ايه حريق، وعارفه ان الميه اللي هي في النيل يعني مش هتطفي الحريق ده، وان هو لما هيولع المراكب اللي جوه الميه هتولع برضه من 300 سنه، وهو ما دخلش جامعه ولا حضر دورات سلامه ولا سيفتي ولا يعرف حاجه في الحريق بالفطره. ودي كانت المقاومه الشعبيه اللي بسببها في عيد قومي او في يوم قومي كده في جنة هناك. نجع البارود يا عصام. طيب النوع دي احنا خلاص كده فهمناه اللي هي المواد هذه خطورتها، عشان كده طبعا دائما وابدا يتم التاكيد على
عدم التخلص من الأجهزة الإلكترونية والبطاريات المختلفة بأنواعها المختلفة في السكراب العادي أو في الباسكت العادي أو في البلدية أو الكلام ده، لا يكون ليها طرق معينة من التخلص الآمن منها، وفي محاضرات خاصة كيف يمكن التخلص من المخلفات الإلكترونية وال اللي هقول البطاريات المختلفة. كمان في شركات طيران كتيرة جدا بتمنع ان احد الركاب يحط في الشنطة اللي هي بتكون تحت دي اللي بتشحنها، ان اي حد ان اي راكب يحط في الشنطة بتتشحن اي جوال او باور بانك او حتى سكوتر اللي هو بيبقى فيه بطارية مشحونة او اي جهاز فيه بطارية، ممنوع تمام. اغلب الشركات الان يعني اعتقد خطوط السعودية واغلب الطيران السعودي بيمنع هذا الامر. نفس الشيء، لان مع الضغط المنخفض للطيارة في احتمال كبير صغير مش مهم، المهم ان في احتمال ان يحدث انفجار في البطارية اللي في هذه الطيارة تؤدي الى انفجار الطيارة، فبيتم التركيز على منع الموضوع اللي تعمل له اليمينيشن او ازالة من البداية بمنع وجود هذه البطاريات تحت. فوق مش مشكلة، ان فوق الضغط مظبوط، يعني الضغط هو الى حد ما ظبطه معاك، اه ودنك بتفتح وتقفل بس شوية الى حد ما مظبط الضغط بحيث ان انت تعرف تعيش يعني، وده مش هيكون خطر على البطاريات. وفي حتى سامسونج لما نزلت نوت من النوتات اللي نزلتها سحبته تاني من السوق، اتسحب من السوق ليه؟ علشان البطارية بتاعته كان نسبة الليثيوم فيها اعلى من المصرح فيه، وده هيؤدي الى ممكن احتمالية انفجار البطارية في الجوال. خلاص اتفقنا على النوع ايه، ان هو مواد صلبة قابلة للاشتعال، حرق عادية ما فيهاش خطورة لدرجة كبيرة، لدرجة ان ممكن اطفيها بالمية، شوية مية كده رشها خلاص. وده يعني ده اللي مخلي الموضوع سهل، طالما ان المية موجودة في كل مكان، هفتح الحنفية هنزل مية بس، فده بيخليها سهلة. طبعا ده يشمل معاك الكرتون الورق القماش البلاستيك الخشب، الحاجات دي كلها ممكن تطفاها بالميه بشكل مباشر. اما النوع بي او بي فدي حرائق المواد البتروليه سريعه الاشتعال زي مشتقات البترول المختلفه، صورة الغاز اللي في البيت. طبعا الصوره فاتت قديمه يعني، فهي موجود فيها طاسه الزيت، لكن خلاص الزيت ما عادش من نوع بي، الزيت كده احنا خلاص طلعناه من نوع به خالص، الزيت اللي هو زيت الطعام يعني، والدهون والشحوم الحيوانية والنباتية اللي في المطبخ عندك دي خلاص الكود الجديد اداها تصنيف لوحدها، شالها من به اللي هي بي. حد يعرف حطها في كام دلوقتي؟ وما سرشوا اعرفوها، الزيوت والشحوم النباتية والحيوانية تقع فين حاليا، في اي تصنيف؟ طيب ليه انت عارفه حرائق السي واللي هي جيم يعني، دي المواد الكهربائية الموصلة في التيار الكهربائي، لأن هي لو شلت منها التوصيل، برافو يا ذكريات، فعلا النوع كاف أو كي. خلاص عرفنا الحرائق اللي هي جيم دي كهرباء، طبعا بالإنجليزي اللي هي سي. طيب كان مرة أحد المتدربين وقف لي قال لا معلش في حاجة، الحرائق دي ما اسمهاش سي اسمها اي. فانا اقول له يا عم سي، يقول لي لا اي، فاحنا صدنا سي واي والمحاضره هتخلص. قلت له طب انت شفتها فين اي دي؟ قال لي انا في احد الكتب البريطانيه. قلت له وقف، بريطانيه يبقى انت كده ايه سوء تفاهم، لان بريطانيا طبعا مملكه عظمى يعني، ولا تغيب عنها الشمس وحركات كده، فما يحبوش يمشوا مع بقيه دول العالم. امريكا لما بتطلع ستاندرد ما بتسموهوش نظام امريكي، ما بتسموهوش ستاندرد امريكي، بتسميه انترناشونال ستاندرد. هم كده يعني اي حاجه امريكا بتعملها يعني ما بتسميهاش باسمها، بتسميها بانترناشونال، عالمي او دولي، بيعتبر ان هم كده عايشين كده بتجرد الحياه لوجه الله كده، بيعملوا كده ستاندرد للعالم، يقول اتفضل يا عالم خد الستاندرد بتاعك. منها الستاندرد بتاعنا في التصنيف اللي هو اي بي سي دي، دي امريكا. لكن قبل ما تكون في اصلا حاجه اسمها امريكا، بريطانيا موجوده وهم الاكثر تقدما سابقا يعني، فكان ليهم تصنيف في كل حاجه. بريطانيا بيصنف الحرائق
بشكل في اختلاف عن النظام الامريكي المعتاد. فبيسمي الكهرباء من الكتريك، الكتريك اولها حرف الاي صح، فبيديها تصنيف اي، هتلاقي عنده كهرباء حرف الاي. فاحنا ملناش دعوه بالتصنيف البريطاني، احنا بنشتغل على التصنيف الدولي اللي هو يعني امريكا اصلا، والدولي اداها حرف السي. فلو انت بتشتري طفايه من بريطانيا او من اي دوله ماشيه بنظام بريطاني، هتجد انه كاتب عليها حرف الاي وليس حرف السي. طيب النوع دي او دال، احنا اتفقنا ان دي مواد معدنيه قابضه للاشتعال، بتكون على شكل مساحيق باودر كده خطير برود يعني من الاخر، وده يعني مش عارف اوصف لك ازاي ممكن تطفيه، لان حتى انا نفسي ما اعرفش. فاحنا لازم نحذر من هذه المعادن زي المغنيسيوم والتيتانيوم والزركونيوم والصوديوم والبوتاسيوم والليثيوم والكالسيوم والزنك، هذه كلها معادن خطيره. في حال وجدت في احد المصانع او الورش يجب يعني مش عارف اقول له هيعمل ايه في الحاله دي، بس ان هو اهم حاجه ان يتوقع ان يحدث حريق، ان قد يحدث حريق ضخم بسبب تواجد هذه المعادن المشتعله. ايه الهدف الغرض، او ايش الهدف او الغرض من تصنيف وتقسيم الحرائق الى فئات؟ معرفه مكونات وتركيبات وقود كل فئه. لحظه بس معلش استاذنكم، في حاجه صغيره بوت شير عد الحاجه. اوكي تمام بس كده تمام. ف عايزين نعرف كل ماده من المواد تبع اي كاتيجوري او اي مجموعه من المجموعات المختلفه اللي احنا ناقشناهم، وبناء على هذا التصنيف يتم اقتراح ووضع الماده الاطفائيه المناسبه لهذه الفئه. تخيل ان عندك كهرباء وانت رشيت عليها ميه، ماده كهربائيه مشتعله وانت رشيتها بميه، او ماده ملتهبه وانت رشيتها بميه. فلا، الهدف من ده نحن نحدد منه. كمان انت لازم تعرف ايش المخاطر الثانويه المصاحبه والمرادفه لاشتعال هذه الماده. العمل على اتقاء المخاطر الناجمه عن وقود كل فئه، هذه كلها يعني الدوافع لوجود تصنيف المواد المشتعله. طيب ازاي اتعامل مع هذه المواد المشتعله وفقا لتصنيفها؟ كم طريقه عندي من طرق الاطفاء؟ حد عارف 3 طرق مستخدمة في الإطفاء؟ في 3 طرق للإطفاء. إيه وإيه 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 وبي 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 وبي. إيه الطرق؟ التبريد. إيه كمان؟ الخنق. تجويع. 3 طرق دي ناخدهم واحدة واحدة ونشوف كل مجموعة من المجموعات اللي إحنا قسمناها في الـ A والـ B والـ C والـ D هينفع، طبعا في الكي كمان معانا، هينفع تكون في اي طريقه من طرق الاطفاء. التبريد يعني ازاحه الحراره، يعني احنا اتفقنا ان ال3 حاجات دول اللي هم الحراره والماده المشتعله والاكسجين لازم يكونوا عندي بالقدر الكافي ان يحصل حريق، ولو واحده من الثلاثه راحت مفيش حريق، يسمونها المثلث، مثلث الحريق. لو واحده من الثلاثه راحت خلاص مفيش حريق. فانا بشتغل على اني اطير واحده، فلما اتكلم عن التبريد فبديهي اني بطير الحراره. الحراره مش عايز حراره، عايز اخلي درجه حراره المكان او الماده المشتعله اقل من ان يحدث الحريق، اقل من ان يحدث الحريق. طبعا ايه احلى حاجه ممكن تستخدم في التبريد؟ انت لما بتكون حران بتنزل تاخد دش صح؟ التبريد. فدايما الميه بتكون هي احد يعني بتكون هي اسهل وسائل التبريد، الميه هي اسهل وسائل التبريد. طبعا مش بس الميه، ايه كمان؟ ايه كمان غير الميه؟ الميه مش هينفع استخدمها في المواد البتروليه، وعايز ابرد المواد البتروليه. يعني عايز ابرد المواد البتروليه ومش عايز ميه، استخدم ايه؟
تمام؟ لا مش الرمل، انا هبرد، انا ببرد ماده بتروليه مشتعله عايز ابردها. ايوه برافو يا ذكريات. الرغوه او الفوم، فانا محتاج ان انا استخدم ماده تبرد ومش ميه، فهي الرغوه او الفوم. تاني طريقة عندي في الإطفاء هي الخنق. الخنق تخنق الواحد، يعني تمنع وصول الأكسجين للرئتين، مش ده الخنق؟ فأنت بتمنع وصول الأكسجين للرئتين اللي هو الحريق، رئة الحريق نفسها مش عايز. طب أنا إزاي أمنع الأكسجين أن يوصل للمادة المشتعلة؟ أمنع الأكسجين أن يوصل للمادة المشتعلة بأسلوبين، إذن الخنق كخنق له أسلوبين، طريقتين في الخنق. الطريقة الأولى انك تديله ايه الغاز اللي ما بيحبوش وما بيجتمعش معاه في مكان واحد، ما بيجتمعش معاه في مكان واحد، توم وجيري، اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون. تمام. الطريقه الثانيه انك تعمل طبقه حاجبه تحجب الماده المشتعله عن الاكسجين، زي مثلا البودره، طفايه البودره بتعمل طبقه بودره فوق الماده المشتعله فبتحجب الاكسجين عن الماده المشتعله. البطانيه، لما بيكون واحد مشتعل بيلفوه بطانيه، او عندك حاجه مشتعله بتلفها بطانيه، البطانيه دي بتحجب الماده المشتعله عن الحريق. حتى ان الفوم اللي هو بيبرد بيكون له دور برضه في الخنق، ان هو بيعمل طبقه فوم فوق الماده المشتعله بيحجبها عن الحريق. فده الحجب اللي هو احد طرق الخنق. شوف كده البرميل ده، ده برميل مشتعل، انا بس كل اللي هعمله ان انا اغطيه. لو غطيته ايه اللي هيحصل؟ اديني احتمالاتك اللي هيحصل ايه؟ فعلا الرمل عزل برضه هيعمل طبقة عزل. ايه الاحتمالات اللي ممكن تحصل معايا؟ هم احتمالين. الاحتمال الاول ضغط وانفجار. ليه ضغط وانفجار؟ جاي من فين؟ جاء ان احنا اتفقنا ان في غازات ناتجه عن الحريق. لو الغازات الناتجه عن الحريق دي يعني المكان ما كفهاش واتخنقت واتضاقت مش هتسيبنا في حالنا. انتوا بتكتموني يا اولاد التيت في التيت، ادي متفجره فيكم اهو. ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني لا، ان ما يحصلش الضغط والانفجار ده والحريق هيخلص ليه؟ ما فيش اكسجين فيخلص. فانت تبقى بين نارين، يعني انت خايف تكفله بالطريقه دي فيحدث انفجار، وبين ان انت عايز تكفله عشان تحجب عن الاكسجين. فدايما وابدا نوصي بانك لما تحط الغطاء ما تحطوش من فوق لتحت، ما تحطوش من فوق لتحت، تحطه بالجنب. لكن لو حطيته من فوق لتحت هتنزل الغازات اللي هي اصلا كانت طالعه وماشيه هتنزلها لتحت معاك، فده هيؤدي الى احتباسها وان هي هتزنق في المكان. اوكي. فانت دايما وابدا لما تحط الغطاء حطه كده. حتى كنا ندرب ربات البيوت، كنا ندربهم على اطفاء الحرائق المنزليه من ضمنها حرائق المطبخ. لو طاسه الزيت مشتعله في كذا طريقه ممكن اطفي بيها طاسه الزيت المشتعله، في كذا طريقه. من ضمن هذه الطرق ايش كده؟ اني بجيب الغطاء، اي غطاء اي حاجه كده، وبحطه بالجنب بعديه بشويش على الطاسه. طبعا الطاسه ما فيهاش عمق، دي ميزه يعني ما فيهاش عمق. فانا بحاول اني انزل بالمستوى بتاع الغطا ده انا وبحطه باقل مستوى يا دوب لامس، واجي مغطي الطاسه حاطط فيه ما فيش مشكله. لكن لو ما عملتش كده وجبتها من فوق بدخل معايا او بنزل معايا وانا بحط الغطا يعني مكعب من الهواء اللي هو برضه هيكون فيه اكسجين وهيكون فيه الغازات اللي هي ناتجه عن الاشتعال اصلا. التجويع، احنا قلنا النار لو ما لقيتش حاجه تاكلها هتموت في الجوع، يا اما في ماده مشتعله اذا الحريق مستمر. فانا بجوع النار يعني بمنع عنها ايه؟ بمنع عنها
اللي هي المادة القابلة للاشتعال كزيادة للتجويع، إني أمنع عنها كده. حتى في حريق الغابات بيعمل تجويع، يعني هو أحيانا بيولع النار بالعكس اتجاه النار المشتعلة، يولع النار في العكس، فبالتالي هيضمن إن النار وهي ماشية مش هتلاقي حاجة تاكلها فهتطفي. برضه لو عندي مستودع أحاول بقدر الإمكان إني أعمل إزالة للمواد القابلة للاشتعال الموجودة في المستودع قبل النار توصلها، عشان النار ما تلاقيش حاجة فتنتهي. وغالبا النار لما خلاص يعني ما فيش حاجة بنعملها معاها، بنحاول إن احنا نقلل حجم المادة المشتعلة وأكبر بأقل قدر ممكن لحد ما تطفي لوحدها وخلاص. طيب في آبار الكويت عام 1991 أثناء انسحاب الغزو العراقي تم تفجير آبار الكويت، حد فاكر تم إطفاء الآبار دي إزاي؟ زي ما هو ظاهر قدامكم على الشاشة. طبعا هو في العادي هيستخدم حاجة بيسموها مدافع الفوم، دي مدافع كده يعني موصل على مضخات بتسحب من خزانات فوم، بتكون مجرورة على عربيات كده معينة، والخزانات منتقلة بتتجر على العربية برضو، والمضخة بتسحب من خزان، ومدفع الفوم بيدفع الفوم باتجاه اللي هو المادة البترولية المشتعلة. ده العادي، ده العادي. لكن لما بتكلم عن آبار كاملة مشتعلة فالموضوع مش سهل، الموضوع كارثي، آبار ورا بعض مش بير واحد يعني. فالموضوع هنا إن حجم الغازات الناتجة واللهب والدخان اللي بيحجب الرؤية، مهما يعني حتى فرق الإطفاء الأمريكية اللي وصلت في الأول كانوا مجهزين ببدل، البدل دي معزولة يعني مش هيحس بالحرارة اللي حواليه، ولابس خوذة زي رائد الفضاء كده بالظبط، وكل حاجة يعني موفرين لكل البي بي اي اللي هو محتاجه، والبدلة هذه مقاومة للحريق أصلا ما بتشتعلش، يعني مادة غير مشتعلة وكل حاجة، بس مش عارفين مش قادرين. لم ينجحوا في إطفاء حرائق الغازات، حرائق الآبار البترول هذه، إلا لما جاء سلاح الجو الفرنسي، هي وقتها يعني فاكر ضرب قنابل صوت فوق الآبار المشتعلة بالظبط، نزل قنابل صوت ضربت في الهواء بحيث يعمل فصل بين لسان اللهب المشتعل ومركز الاشتعال، فده هيأخر الحريق، وهو الحريق مش هيطفي طبعا في الحالة دي، بس حجمه هينزل جدا، هيدي فرصة للإطفاء اليدوي بمدافع الفوم اللي هي بتدفع الفوم من على مسافة كبيرة، إن هو يتعامل، لأن هو مش هيعرف يتعامل إلا لما الخطر يقل شوية. نعم، الخلخلة اللي هي بتقطع عمود الهواء، زي لما تضرب قنبلة صوت في مظاهرة من المظاهرات، حد فيكم نزل مظاهرات قبل كده عشان ابلغ عليه؟ بيرموا في مظاهرات قنابل صوت، او بيقول لك عليه ضربها مش عارف، يقول لك قنابل تفريق المتظاهرين، بتكون قنابل صوت لما بتضرب ما بتجيش على حد، هي بتيجي في الهواء كده، فبتعمل خلخلة في الهواء، ما بتضربش على حد معين يعني، لا بتعمل خلخلة في الهواء، فانت بتحس ان انت يغمى عليك كده من الهواء، بترجيت وترمي على الارض، تلاقي نفسك اترميت على الارض كده طرت مترين قدام بسبب الخلخله الهوائيه اللي حصلت. دي تهويه، والتهويه دايما بنحاول نخرج فيها الهواء الساخن وغازات السامه من المبنى. طب انا عشان استخدم التهويه بستخدمها فين؟ ما هي المواقع التي يتم استخدام التهويه، وما هي انواع التهويه؟ التهويه نوعين يا جماعه، في تهويه موجبه وتهويه سالبه. لو انا عايز ادي له هواء نقي، طالما بدي هواء نقي اذا موجبه، التهويه موجبه بدي هواء، دي بتكون دايما مراوح ميكانيكيه يعني دفع هواء ميكانيكي اعلى اسطح سلالم الخروج، سلالم الطوارئ فوق السطح كده من فوق، بركب له مروحه بتدفع له هواء، تدي له هواء نقي عشان ما يتخنكش. اما النوع الثاني اللي هو سحب الدخان، ودي تهويه سالبه يعني بتسحب هواء من جوه. التهوية السالبة دي هنا بتكون في الأماكن اللي زي القبو اللي هو الجراش أو البدروم، هو كده احنا قلنا الدخان بينزل لتحت، آسف عفوا الدخان بيطلع لفوق، معذرة اللخبطة، بس الدخان بيطلع لفوق، تمام، الدخان بيطلع لفوق، فبالتالي أنا عايز أسحب
عايز اديله من فوق هواء موجب، اللي هو كده كده انا عارف ان الهواء الموجب اللي هديهوله ده هينزل لتحت، هواء بارد هينزل لتحت، تمام. وفي نفس الوقت عايز اسحب الهواء اللي موجود في القبو ده عشان ما يطلعش لفوق، فانا محتاج تدخل ميكانيكي بمراوح سحب هواء من اماكن القبو وماقل الاماكن اللي قد يكون هناك فيها تكدس من الدخان. طبعا دي مجالات الطوارئ يعني، اوكي. فاحنا قلنا التهويه اخراج الدخان والهواء الساخن والغازات السامه من المباني المحترقه او الاماكن المحصوره اللي يحل محلها الهواء النقي البارد. طبعا في عندي حاجه اسمها التهويه الرئيسيه، ودي اللي هي بتكون على سلالم الطوارئ. في عندي التهويه، طبعا الطوارئ من فوق لتحت، التهويه الافقيه، ودي بتكون عندي على النوافذ، من النافذه كده من بره بدي له هواء فريش اير جاي له بالجنب مش جاي له من فوق. ودايما التهويه بيتم، التهويه الافقيه بيتم مراجعه اتجاه الريح فيها، بيتم مراجعه اتجاه الريح. طبعا التهويه الطبيعيه لما بتلاقي الدفاع مدني بيكسر في النوافذ، بيكسر في الشبابيك، بيفتح بيدخل لك هواء فريش من بره. والتهويه الميكانيكيه اللي هي مراوح التهويه المختلفه اللي هي بتشتغل بالكهرباء او بالديزل او اي مكان، لادخال هواء قصري من الخارج بشكل قصري. اشكال مختلفه من المراوح. طبعا احنا بنحدد الحريق ينتشر ازاي. الحريق بينتشر اما في درج المصاعد او درج اللي هي السلالم او المصاعد نفسها بشكل رأسي من فوق لتحت او من تحت لفوق. تاني حاجة ده انتشار رأسي للحريق. عندي انتشار أفقي، وده بيحصل نتيجة لانهيار الجدران أو الفواصل. في أحيانا الجدران والفواصل بتكون من الجبسون بورد، الجبسون بورد ما بتحملش الحريق فبينتقل، بينهار وينتقل الحريق بشكل أفقي. وأيضا عندي دكتات التكييف، الدكت اللي هو مجاري الهواء بتاع التكييف، دي أحد أسباب انتقال الحريق. طيب كتحكم هندسي، كأسلوب للتحكم الهندسي في مخاطر الحريق وانتشارها في مجاري الهواء، ممكن نعمل ايه؟ يعني ممكن نعمل ايه كتحكم هندسي لمنع انتشار الحريق في مجاري الهواء او الدكت في المباني؟ حد عنده اقتراح؟ في اي اقتراح؟ مش مهندسين، الناس اللي بتشتغل في المشاريع والمقاولات، نعمل ايه علشان نحجب انتشار الحريق فيها؟ أنا بتكلم عن مجاري الهواء. مفيش مهندسين معانا في المحاضرة خالص؟ أيوه، بركب حاجة اسمها الفاير دامبر. الفاير دامبر، والفاير دامبر ده بيكون متوصل بحاجة اسمها داكت ماونتد سموك ديتكتور. الداكت من اسمه كده، داكت يعني بيركب في الداكت، ماونتد يعني راكب جواه، سموك ديتكتور يعني كاشف دخان. كاشف الدخان بمجرد ما يستشعر دخان بيمر في الداكت بيدي اشاره اوتوماتيك للدمبر ان هو يقفل. والدمبر ده من اسمه كده دامبينج، ان هو بيقفل لي المجرى كامل، فبالتالي مش هيكون في انتقال للدخان او لاي من نواتج الحريق داخل هذا المجرى اللي هو مجاري الهواء. شكرا باشمهندس، مهندس ياسر، مهندس شوقي. وكذلك النوافذ والفتحات الخارجية ممكن تكون سبب في انتقال الحريق ما بين مواقع المبنى المختلفة. الأسقف والأرضيات برضو قد تنهار، اللي هي الارضيات الخشبيه، الباركيه. الباركيه لازم يكون معاه شهاده، والكلادنج الخارجي للمبنى يكون معاه شهاده، واي مواد جبسيه يكون معاه شهاده. هذه الشهاده بتكون من طرف ثالث او ثيرد بارتي، اتعمل لها اختبار بانها مقاومه للحريق. لو مش مقاومه للحريق ما ينفعش انها تركب. نفس الكلام على الدهان، الدهان فقط، الدهان المستخدم في الابواب اللي هي ابواب الشقق، ابواب الغرف الفندقيه، ابواب المكاتب، لازم نوع الدهان اللي بيكون راكب يكون دهان واقي للحريق.
معاه شهادة بكده ان الدهان ده يعني عازل للحريق او مقاوم للحريق. هنتكلم عن طفايات الحريق. الطفايات طبعا فيلتر الدور يا باشمهندس حاجه تانية. فيلتر الدور ده بيكون خاص لمخارج الطوارئ. فيلتر الدور خاص بمخارج الطوارئ، هتلاقي دايما لما يكون في دار في باب طوارئ اسمه فيلتر الدور. لكن انا بتكلم عن الابواب العاديه، الابواب الخشبيه بتاعتنا. الابواب الخشبيه دي بتكون مطليه بدهان، هذا الدهان مقاوم للحريق. بينما فيلتر الدور بيكون الباب نفسه غير قابل للاشتعال وليس الدهان، ويكون مصمم ويفتح في اتجاه واحد، يعني الباب في اتجاه واحد من الداخل الى الخارج، الخارج ما يدخلش منه. الطفايات، انواع الطفايات المختلفه، هنصنف الطفايات وفقا لنفس التصنيف بتاع الماده المشتعله. يعني الطفايه عندي تصنيف ايه؟ في طفايه ايه؟ في طفاية، هل في طفاية اسمها طفاية ايه؟ حد يسمع عنها؟ هل في طفاية اسمها طفاية ايه؟ طيب في طفاية ايه؟ نعم، طفاية الماء. الطفايات المائية بيكون فيها مية، والمية اللي جوه الطفاية دي مضغوطة على ضغط 12 بار، ضغط المية داخل الطفاية 12 بار. فأنت لما بتضغط على يسموه السكويز بتاعها، السكويز بيطلع لك المية من الطفاية مضغوطة، زي فكرة المسدس المية والبتاع اللي بيروح على الشواطئ وحمامات السباحة بيلعبوا بالمية، نفس الفكرة. دي طفاية ايه؟ زي مكتوب على الطفاية من بره ايه فقط، حرف الايه، حرف الايه فقط. طيب هل في طفايه بي؟ هل في طفايه بي؟ مفيش طفايه بي فقط، مفيش طفايه بي فقط اسمها اي بي، لان اللي هيخليها تنفع لبي هيخليها تنفع لايه، فبيكون الطفايه اسمها اي بي مش إيه، مش بي، يعني مش هتبقى لها بي فقط، هتبقى لها اي بي. ودي طفايه الرغوه او الفوم، اي بي او الرغوه والفوم. طيب هل عندي طفايه سي؟ هل عندي طفايه سي اللي هي طفايه ايه؟ لا، سي فقط. نعم، ثاني اكسيد الكربون، طفايه ثاني اكسيد الكربون. طيب انا لو عايز اخد الاي والبي والسي مع بعض، هل ممكن؟ نعم ممكن، يمكن ان اخد الاي والبي والسي مع بعض، اسميها اي بي سي مالتي بيربوس او متعدده الاغراض، ودي اللي هي طفايه البودره. وميزه طفايه البودره في ان هي بتشتغل في الثلاث انواع دي في وقت واحد، الاي والبي والسي. دي الميزه الفعليه لطفايه البودره، مش حاجه تانيه. طفاية البودرة منتشرة وماشية وكده علشان هي سهلة في الاستخدام، وعلشان هي بتستخدم في ثلاث أنواع في وقت واحد A B C. مش فاهم مهندس إسلام السؤال، تقريبا اللغة إنجليزي وعربي، فترتيب الحروف وترتيب الكلمات تغير معاك. حابب توضح حاجة؟ طيب شوية خلص السلايد دي وممكن اديلك المايك عشان افهم منك، بس ان الكتابة مش ما فهمتش بصراحة الجملة. تمييز بين الطفايات بشكل عام، هتلاحظ عشان راجل يعني انسبكتور او فحص اشتغل في اي مكان سلامه، هتلاحظ ان الطفايات ثاني اكسيد الكربون ما بيكونش عليها مؤشر ضغط ابدا، لا يمكن تلاقي مؤشر ضغط على اسطوانه ثاني اكسيد الكربون،
قاعدة عامة. ويعني يفضل دايما ان اسطوانة ثاني اكسيد الكربون يا اما تكون خفيفة يعني بحد اقصى مثلا 4.5 كيلو اكبر حاجة المفروض يعني، طبعا هو في متوفر 6 كيلو في كذا في كذا، بس دايما ينصح من خبراء السلامة ان طفاية ثاني اكسيد الكربون تكون خفيفة 4.5 كيلو. لو عايز عندك مثلا حجم كبير من لوحات الكهرباء او كده فممكن تجيب الطفاية المجرورة اللي هي على كفرات على العجل. تمام. طيب لو عايز اميز بيها بالالوان، هل يقدر اميز بالالوان؟ نعم، دايما هتلاقي ان طفايه ثاني اكسيد الكربون حوالين الطفايه ما بيدور لون يعني زي شريط كده دهان، يعني دهان على شكل شريط لونه اسود. طفايه ثاني اكسيد الكربون هتلاقي حواليها كده داير ما يدور لونها اسود، لا يركز فيها. طيب عندك طفايه الاكسجين، اكسجين بس عندك طفايه البودره لونها ايه؟ حد خد باله؟ اللون الاسود يا باشمهندس طفايه ثاني اكسيد الكربون. اي دور حواليك على اي طفايه وشوف البودره، حد انتبه لها؟ طيب بما ان البودره هي المنتشره في كل مكان وهي الموجوده دوروا عليها انتم مش هقولها. عندك كمان طفايات الفوم، هتلاقي ان الفوم حواليها بيج، لون البيج ده الكريمي كراميل ده الفوم. ايوه برافو يا عم ياسر، لون ازرق شاطر. تمام، دي العلامات والرموز. اتفقنا ان العلامات والرموز هذه A ميه، A B فوم، A B C بودرة. دي الثلاث انواع المنتشرة للطفاية. طبعا في C اللي هي ثاني اكسيد الكربون واحيانا بيحطوا معاها بي، بس هي مشكله ثاني اكسيد الكربون كوسيله اطفاء او كنوع طفايات، لا الطفايات كلها لونها احمر، الطفايات كلها لونها احمر، مفيش طفايه لونها مش احمر، ولكن بيكون في زي تيب دائري كده حوالين ما يدور الطفايه بيدينا لون معين اعرف منه نوع الطفايه. اللي انا كنت بقوله الان الحروف، ان احيانا بتلاقي برضو ثاني اكسيد الكربون تلاقي مكتوب عليها بي سي، يعني هي تنفع مع المواد البتروليه اللي هي كده، بس الفكره ان ثاني اكسيد الكربون في مشاكل في استخدامه كطفايه كنوع طفايه، ان انت لازم تجرب من مكان الحريق على بعد متر مثلا، ابعد من متر مش هيكون لها فاعليه، لكن البودره مفيش مشكله، البودره معاك مترين ثلاثه مفيش مشكله. اوكي، لكن ثاني اكسيد الكربون لازم تجرب من مكان الحريق. طبعا دي طفايات الميه، عندك طفايه دي اللي هي كانت قديمه الاستانستيل، وبيكون لها استانستيل علشان تتحمل الميه، لان اللون لان الحديد العادي هيتاكل من الميه وهيحصل له صدأ وهيتاكل، فكان دايما يكون لها استانستيل لحد ما بدا ان هو يكون لها اللي هو لحد ما يكون لحد ما بدا الاستخدام بتاعها يكون من الحديد المعالج، فهي دايما لونها فضي ستانلس سيلفر او لونها احمر. مميزاتها يا جماعه كطفايه ان هي سهله في الاستخدام في الاستعمال والتعبئه، بتتعبى بسهوله، ميه مضغوطه خفيفه في الوزن، سهله في الصيانه وقليل التكاليف، وما فيهاش سميه، طبعا الناتج بتاعها ما فيهوش اي مشاكل ولا في اي سميه تذكر كناتج عن الاستخدام، ولكنها لا تناسب الا نوع A او B فقط، A او الف عفوا، انا مش عارف قلت بي دي بالغلط، لا تناسب الا نوع A او الف فقط، A أو ألف فقط. والدول اللي هي درجة حرارتها منخفضة زي كندا والساحل الشمالي عفوا القطب الشمالي، أو الدول اللي هي في الإسكندنافية أو غيرها، أغلب الشتاء بيكون التجمد عندهم هو اللي سائد، فممكن المية اللي داخل الطفاية يحصل لها تجمد وتحتاج الى حمايه ضد التجمد زي ما قلنا اكدنا عليها. هي طبعا موصل الكهرباء فمش هينفع تستخدمها في الكهرباء، ويؤدي الى صدأ في الطفايه مع طول مده الاستخدام. الرغوه ده الشكل القديم للرغوه، قديما كانت لون كريمي بيج كده، فلا حديثا بقت الطفايات كلها لونها احمر،
وتلاقي فيه ده حوالين الطفاية، جسم الطفاية كده، تلاقي حوالين جسم الطفاية كده بيدور لون نفس اللون ده اللي بالظبط، لون كريمي أو البيج. ومش تشتغل زي ما قلنا على الخنق والتبريد. الخنق لأن الرغوة بتحجب مادة مشتعلة عن الأكسجين، والتبريد لأن أنت الرغوة بتعمل تبريد في مادة نفسها بتعمل المية بالظبط، نفس الفكرة. طبعا هي سهلة في الاستخدام ومقاومة للحرارة، قادرة على التمدد السريع، وتختلط بسهولة مع المية، ولا تمتزج بالوقود عكس ما بيحصل في المية. ولكن المشاكل اللي فيها نفس مشكلة التجمد هي، وأيضا هي موصلة للتيار الكهربائي. الفوم هيكون فيه مية فهو أيضا موصل للتيار الكهربائي. النوع الثالث عندي اللي هو البودرة، وهو النوع الأكثر انتشارا. زمان في الأول قديما كان لونه بنفس اللون ده، لون أزرق، لكن خلاص أصبحت لون أحمر وحواليها دايرة زرقاء بنفس اللون ده بالظبط. طبعا ميزة البودرة إن هي بتشتغل على 3 أنواع مش نوع واحد، A B C. بتشتغل على حجب الأكسجين على النار إن هي بتعمل طبقة بودرة فوقه، وحتى بالنسبة للزيوت نفس الفكرة، بتحجب الزيوت عن الأكسجين في الهواء الخارجي. ولكن الزيوت الآن يا جماعة هي والشحوم والمواد المطبخية هذه كلها صار لها نوع خاص اللي هو K. ولكن قيودها بتعمل ضباب فبتحجب الرؤية، ومش هتستخدم كتبريد، يعني مش التبريد سريع في الإطفاء، وإذا ما قلنا مش فعالة بشكل قوي. ممكن تشوف كده يتهيأ لك إنك طفيت الحريق وخلصته، وتمشي تلاقي إن الحريق رجع تاني، لأن البودرة بتطير مع الهواء، الهواء ياخدها فالحريق يرجع مرة تانية. عندك طفاية ثاني أكسيد الكربون، ودي زي ما قلنا مين لي خاصة بالتيار الكهربائي والحركة الكهربائية الناتجة. وطبعا مميزاتها ان هو غاز لا يساعد الاشتعال ولا يترك رواسب او اثار بعد الاشتعال، على عكس الميه. الميه لما بتستخدمها بتقعد تعالج في اثار الميه هذه لفترات طويله، وتشوف حل في الميه والاثار اللي نتجت عن الميه. وكذلك البودره، البودره بتخلي المكان كله بودره كده، تقعد تنظف فيه وكده. لكن لا، الثاني اكسيد بتاع ده عفوا، ثاني اكسيد الكربون كطفايه سريعه جدا في الاطفاء، وغير موصل للكهرباء وغير سامه، ولا يسبب صدى في الطفايه نفسها وتاكل زي ما بتسبب الميه تاكل، ويصل الى الشقوق والفتحات الصغيره. وايضا احيانا بيتم استخدامه على نطاق اوتوماتيكي. يعني ايه اوتوماتيكي؟ يعني طفايه ثاني اكسيد الكربون او الاسطوانه بتكون بالفعل موصله على مواسير، بتاخد اشاره من لوحه التحكم اوتوماتيكي ان هو يفتح المحبس بتاع الطفايه، محبس كهرباء السولونويد فالف، يفتح اوتوماتيك محبس الطفايه فيغذي المواسير اللي ماشيه دي، يغذيها بغاز ثاني اكسيد الكربون بما يؤدي الى الاطفاء. ده نظام اوتوماتيكي كغاز ثاني اكسيد الكربون، يعني هو مش بس يدوي، كمان بيجي اوتوماتيكي. طبعا البودره كنت بتكلم عنها من شويه، مشكلتها في الصيانه او في الطفايات بشكل عام، مشكلتها في الصيانه، بس البودره بالذات يعني بيلعبوا فيها بسهوله عكس حاجات تانية. هو المفروض ان كل 6 شهور بتكون انت متعاقد مع شركه طفايات، بتروح تجمع الطفايات اللي عندك وتعمل لها اعاده تعبئه وترجعها لك مره تانية. هو فعليا للاسف، للاسف الضمير رايح، الحاجات دي فيها غش وخداع، ان هو ما بيعملش اعاده تعبئه، بيروح يحط لك زي ملح، ملح خفيف وانت مش شايف حاجه. الملح الخفيف ده بيبقى مع مرور الوقت، يعني شهور وتعدي عليه، بيبقى في الطفايه كده اكنه لكه، اكنه حاجه كده. شفت الملح لما بتحطه كده في المطبخ عندك لفترات طويله بيحصل له ايه؟ بيتجمد، يمسك في بعضه ازاي؟ نفس الشيء بيحصل للملح اللي جوه الطفايه. فبالتالي الطفايه ملهاش قيمه، خلاص خربت باظت، بسبب عدم وجود ضمير ووعي ايضا في نفس الوقت من الجهه المشرفه والجهه المستلمه للطفايات بعد اعاده تعبئتها. المفروض تتجرب، تاخد حتى حاجات عشوائي منها وتعملها تجربه بشكل مباشر. ثاني اكسيد الكربون مشاكله وقيوده تكمن في ان هو هيصعب فيه التنفس. يعني لو انت فتحت ثاني اكسيد الكربون او عملته بكميه كبيره في مكان مغلق
هيصعب التنفس، هيؤدي إلى اختناق، هيؤدي إلى اختناق. هل تم منع استخدامها حاليا؟ فمش هنتكلم عنها، لأن وفقا للاتفاقيات البيئية واتفاقية المناخ تم حظر استخدام طفايات الهاليوم. هنتكلم ازاي استخدم الطفاية. طبعا ال FM200 هو غاز بديل لثاني اكسيد الكربون. غاز ال FM200 هو غاز بديل لثاني اكسيد الكربون، بيستخدم للحد من الاثار الناتجه عن ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون بسبب اختناق بشكل فوري، يعني مجرد بتفتحه الاشخاص اللي هيشموه هيختنقوا بشكل مباشر. لكن اف ام 200 لا، اقل في نسبه الاختناق بتاعته، هيضمن ديلي، فهيدي فرصه للناس اللي هتهرب من الغرفه قبل التدخين. خطوات استخدام الطفايه بشكل مباشر: اول خطوه سحب مسمار الامان. اسحب مسمار الامان ويسموها بيل او اسحب، بي يو ال ال. اتفقنا على سحب مسمار الامان. تاني خطوه تنقل الطفايه بايدك كده، تشيلها وتروح بيها لمكان الحريق، ودايما رج الطفايه عشان تتاكد ان هي شغاله بشكل مباشر قبل لا تتورط وتلاقي نفسك جربت من الحريق ومش عارف ترجع ومش عارف تهرب والطفايه مش شغاله معاك. اترك بعد نهاية الحريق أو أثناء ما أنت بتطفي، اعمل حسابك في جزء أمان ليك أنت وأنت طالع من مكان الحريق عشان تهرب بيه في الطفاية. ما تهلكش الطفاية كلها، ما تخلصهاش كلها بالكامل. دايما نأكد إن أنت وبتطفي بالطفاية البودرة بالذات أو ثاني أكسيد الكربون لازم تكون ماشي مع اتجاه الريح، بحيث يكون اتجاهك اتجاه تدفق الغاز او البودره مع نفس اتجاه الريح. خفض القامه ان توجه مكان الحريق، ان تكون منحني شويه عشان تركز على مكان اللهب، وتوجه الماده الاطفائيه الى قاعده اللهب زي مثل الحريص اللي هو في الصوره قدامكم، عينه على قاع اللهب من تحت. إذا كانت المادة المحترقة كبيرة فانتبه إلى استخدام الحيز والحجم الأنسب للطفاية. عشان كده بقول لك دايما أنت قدر الموقف وحدد هل الأفضل الآن هو الهروب والانسحاب لبره وخلاص، ولا المواصلة في الموقع. وكده الناس خلاص تم إخلاءهم يعني الموقع، فأول المواصلة في الموقع ومحاولة إطفاء النار بشكل مباشر. ده بقى السؤال اللي أنت عايز تجاوبه عشان تتفهم أهمية القيام بدورك أو الانسحاب. عفوا. مش عارف الصوت كان واضح ولا لأ، لأن كان في خلخلة في الصوت عندي. طيب لازم تتأكد دايما ان باقي في الطفاية الحجم اللي انت محتاجه للخروج الآمن من مكان الحريق. هترجع لورا وتشوف، دايما تخلي باب الطوارئ في ظهرك عشان وانت راجع باب الطوارئ تنسحب على الخروج المباشر بشكل مباشر. طبعا الطفاية يا جماعة وجدت وتم يعني تم اقرار وجودها للحرائق الصغيره رقم واحد، رقم اثنين للهروب والخروج من الطوارئ فقط. الحرائق الكبيره لا يمكن ان يتم التعامل فيها بطفايات الحريق. دائما وابدا توجه الطفايه بشكل ميل، تميلها وتميل الهوز او الخرطوم بتاعها نحو قلب الحريق او نحو قاعده اللهب ومع اتجاه الريح، ومع اتجاه الريح. افتكر اغنيه مش عارف مين لما قال لك على زي الريح ما يودي، على قد الريح ما يودي، فانت مش مع اتجاه الريح علشان ما تنساش اثناء الحريق مع اللخبطه والارتباك، لا دايما مع اتجاه الريح.
طب انت عايز تشوف الريح اتجاهه ازاي؟ تشوف الدخان اللي صادر من الحريق ماشي في اتجاه ايه، فهو ده اتجاه الريح. طبعا السلايد دي بتكون دايما ماشيه مع التدريب العملي، بنعمل تدريب عملي ونجيب طفايات وبنخلي الفنيين ينفذوا الاطفاء ونشوف مهاراتهم في التوجيه مع اتجاه الريح والتركيز على وقع اللهب او لا. لخص التعامل مع الحريق في 4 حروف، ايه هما؟ لخص التعامل مع الحريق في 4 حروف، ايه هما؟ حد عارف؟ محدش عارف؟ معقولة؟ نلخص طريقة استخدام الطفاية في 4 حروف، ايه ال4 حروف دي؟ ايوه برافو، باس باس باس، بي من بن اللي هي اسحب ايه، اسحب المسمار، بي بن اللي هي اسحب المسمار. اللي عايز مرجع يتكلم في مسافة الطفايات يرجع ل ان اف بي 10، ان اف بي 10 بالنسبه لارتفاعها من سطح الارض. احنا ماشيين بالستاندرد ان دايما من الفينش دي فلور اللي هو التشطيب الارضيه لحتى اعلى نقطه في الطفايه بتكون المسافه 5 قدم، مع النظام الامريكي بالقدم، فبتكون دايما 5 قدم اعتقد، يعني والله اعلم، دي تعادل حوالي متر ونص تقريبا، هو متر 3.5 قدم على ما اظن يعني، فهتحسبها على 5 قدم. ماشي، الباص دي احفظها عشان ما تنساهاش، بي بن، اي ايم يعني وجه لقاع اللهب، والاس يعني سكويز زي علبة المربى اللي هي بيبقى نوعها سكويز، تضغط عليها او الكاتشب تنزل لك كاتشب كده على طول، سكويز نفس الفكرة في الطفاية. سويب يعني تحرك، تحرك البودرة الناتجة من إلى، من يمين الى يسار على حسب القاعده بتاعت اللهب حجمها قديش، شوف قديش حجم قاعده اللهب، تحرك عليها البودره اللي طالعه. اوكي، دي كانت المحاضره الخاصه بالحريق، عشان نخلص المنهج كامل باقي لنا بس المحاضره اللي هي الخاصه بالبي بي اي او مهمات الوقايه الفرديه. النهارده اخر يوم، في النهاية أنت كحد مهتم بمجال السلامة حتى لو مش تشتغل في السلامة كأخصائي سلامة أو غيرها، لكنك مهتم بالمجال محتاج تعرف يعني إيه بي بي إي. البي بي إي هي أي حاجة الشخص، اختصارت بيرسونال بروتكتيف، بي بي بيرسونال بروتكتيف، إي إيكوبمنت، إي إيكوبمنت. فأنت لازم تعرف إن دي هي اللي المفروض أي عامل أو موظف هيحتاجه، فالموضوع نسبي على حسب طبيعة العمل. بتعمل حاجة اسمها جي اس اي، جوب سيفتي اناليسيس، او جي اتش اي اللي هي جوب هازارد اناليسيس. فالجي اس اي او الجي اتش اي ده بتعمله عشان تشوف ايه هي الاخطار اللي العامل ده متعرض ليها، فبالتالي بناء على هذه الاخطار والمخاطر بتقول العامل المفروض يلبس ايه، ايه المهمات الوقاية الفردية او المهمات الفردية اللي المفروض العامل يلبسها علشان تقيه من المخاطر. أول حاجة بتقسم الأخطار اللي ممكن العامل يتعرض لها إلى حسب المستهدف من هذه الأخطار. الجهاز التنفسي هو التصنيف الأول، الجهاز التنفسي، فأنت لازم تعرف إن أنت المواد السامة هتدخل إما بالجهاز التنفسي اللي إحنا بنتكلم عنه أو الجلد أو المعدة. الجهاز التنفسي يبقى فيه ماسك، فيه كمامة. طبعًا أنت عارف إن الكمامة اللي كنا بنلبسها أيام الكورونا دي اللي هي بيسموها الآن ووفن ماسك، دي اساسا خاصه بالتراب، دي من العلم يعني، دي خاصه بالتراب او خاصه بالجراثيم والبكتيريا. الفيروسات الهوائيه لا يمكن ان تصمد امامها هذه الكمامه، ال N95 وغيرها والكمامات اللي بيبقى فيها يعني فلتر قابل للتغيير، هذه ممكن تصمد امام الفيروسات.
مش ظاهرة قدامكم دي؟ مين قال الشاشة واقفة؟ طيب أنا قدامي حاجتين عشان ألبس معاهم الماسك، إما إن أنا خايف أشم هواء ملوث بجسيمات أو مواد غازية أو جسيمات وغازات، أو إن الهواء ما فيهوش أكسجين كافي. لو قلنا الأكسجين اللي هو 19 ونص ده، يعني اللي هو أنا هموت لو ما وصلتوش، لكن نسبة الأكسجين كل ما بتقل عن ال 21% كل ما بيمثل خطورة على الإنسان. فأنا لو عندي مشكلة في الأكسجين في الحالة دي محتاج إني ألبس جهاز ماسك مزود بجهاز ثري أكسجين أو بأسطوانة أكسجين. طبعًا إحنا اتكلمنا في محاضرة الصحة المهنية عن الجسيمات وأنواعها واتكلمنا عنها بالتفصيل، فما فيش داعي إن إحنا نعيدها، ولو حد منكم ما حضرش ممكن يرجع لمحاضرة الصحة المهنية وهيلاقي فيها الكلام ده بالتفصيل. الأتربة وأنواعها أشكالها ودور الكمامات في الوقاية من هذه الأتربة. إحنا زي ما قلنا بنقسم القناعات أو الماسكات هذه نلبسها إلى 3 أنواع. في نوع بيكون مستقل عن الوقت. يعني أنت إيه مستقل عن الوقت؟ نفهم يعني مستقل عن الهواء الخارجي، يعني مستقل عن المسافة. مستقل عن الوقت يعني أنت مهما عدى عليك وقت القناع ده مش هيخلص، على عكس القناع اللي هو مربوط في اسطوانه اكسجين. الاسطوانه لو خلصت الوقت كده انتهى معاك، راحت فيها الهواء خلص خلاص، الاكسجين بتاعك خلص. مستقل عن الهواء الخارجي يعني بغض النظر ايه وضع الهواء اللي عندك، فانت معاك اكسجينك معاك زي الاسطوانات بتاعت الاكسجين او زي ال اه هي اسطوانه الاكسجين بالتحديد يعني. تمام، اسطوانات الاكسجين بالتحديد. مستقل عن المسافه يعني مش مربوط بحاجه معينه، لان عندي في نوع من انواع التغذيه انك انت بتاخد ماسك متولد بخرطوم، والخرطوم في جهاز ضخ هواء ده موجود بره. نفترض انك شغال في اماكن مغلقه، شغال في نفق، فالهواء جوه مكتوم او مش امن، فانا هديك كده ماسك تلبسه وبيكون متوصل في خرطوم، والخرطوم بره في المكان المفتوح وفي جهاز ضخ هواء، فانت مربوط بالمسافه بتاع طول الخرطوم، مربوط بالمسافه بتاع طول الخرطوم، فده معناه انك انت مش مستقل عن المسافه. لكن في حاله انك انت لا مش معاك خرطوم فانت مستقل عن المسافه. ده اشكال مختلفه للماسكات والاقنعه. انت لازم تختار النوع الماسك او القناع على حسب المخاطر اللي هي يعني انت وصلت اليها بعد عمل تحليل. الموضوع مش كده يعني عصف ذهني وخلاص، ده بيتعمل يا جماعه حاجه اسمها الجي اس اي او الجي اتش اي، ودي تحليل اخطار وظيفه عشان نعرف ايش الاخطار المهدداني، فبالتالي اختار بناء عليها نوع الماسك او القناع اللي انا المفروض البسه. طبعا دي اللي بيسموها الاقنعه المزوده بالخرطوشه، ودي فيها خرطوشه بتعمل مراحل من الفلاتر، عباره عن مراحل من تنقيه الهواء قبل يدخل الى الجسم. وهذه الاقنعه المستخدمه للوقايه من الغازات المختلفه، اي غاز من الغازات الخانقه، لان هو بيحجب الغاز على الدخول إلى الأنف أو إلى مكان التنفس بشكل عام. أعتقد إن ده الجهاز اللي على صدره ده جهاز توليد هواء، يعني بياخد الهواء اللي بره بيعمله معالجة وبعدين بيديه على الهوز دي، والهوز أو الخرطوم ده بيدخله على طول التنفس بشكل مباشر. الفلاتر يا جماعة بتتغير مش ثابتة، الفلاتر اللي جوه الأجهزة المرشحة اللي زي دي دي كلها فلاتر، سواء كان فلتر داخل الاسطوانه داخل الكمامه نفسها او هنا الفلتر في جهاز الترشيح اللي انتم شايفينه ده. الفلاتر دي لازم تعمل لها مراجعه، لان هي بتتغير امتى؟ لو انتهت الصلاحيه، لو اللي بيلبسها بالرغم ان هو لابسها حاسس بصعوبه او مقاومه في التنفس، او لو مرت بحراره عاليه، او لو انت بتلبسها ومع ذلك لا زلت حتى الان شايف ريحه غاز، في مشكله في الفلتر لازم يتغير. طبعا لو في زئبق او غاز او اكسيد الكربون عدى على الطفايه دي، يبقى في زي مؤشر كده بيغير اللون، بيغير اللون. لو اتغير اللون ده تعرف ان انت محتاج تغير الفلتر بشكل مباشر. طبعا دي تفاصيل مش هدخل معاكم فيها، لكن باب العلم يعني.
ان بشكل عام حدود استخدام الغاز، سواء الغاز ده بيكون لما التركيز بتاع مجموعة الغازات اللي انا خايف منها كلها لا يزيد عن 2% من الهواء الجوي. ولكن لو في عندي غاز كلور، لو انا عندي جهاز قياس الغازات، هتقول لي جبت المعلومات دي من فين يا عمي؟ اقول لك في اجهزة خاصة لقياس الغازات، المفروض تستخدم هذه الاجهزة لعمل قياسات فيزيائية في مكان العمل. والاجهزة دي لها قراءات، لقيت القراءة بتاعت الكلور عندي 1% او كبريتيد الهيدروجين 1% والامونيا 3% او الامونيا وغاز تاني طلعت الامونيا 2%، فانت كده لازم تستخدم اقنعه غازات. انت كحد مسؤول عن السلامه بتوقف العمل الا حد من الناس كلها تلبس اقنعه الغازات. طبعا دي جداول ممكن ترجع لها بشكل عام كده عشان تعرف حدود استخدام كل غاز. لو الغاز عن كذا في هذه الحالة أنا محتاج ألبس قناع غاز. طبعا الأسطوانات دي دايما بيلبسها فرق الإنقاذ، عاملة زي أسطوانات الغوص، زي الغواصين كده بالظبط. ودي مصممة إن هي تكفيه من الهواء لمدة 30 دقيقة، أو لو أسطوانة الحجم حجم الأسطوانة أكبر من كده فهيكون الوقت أطول برضه، لكن الحد الأدنى 30 دقيقة. دي أشكال مختلفة لأسطوانات الأكسجين الخاصة بالتنفس. طبعا عندي حاجه اسمها امداد الهواء المستمر، ودي انا كنت بحكي عنها من شويه بوصفها، ان هو لما بيكون نازل في تانل او نفق او مكان مغلق كده بيلبس القناع ده المزود بخرطوم، والخرطوم مزود في ماكينه بتديله امداد هواء مستمر، فبالتالي الهواء مش هيخلص معاه طول ما هو موجود، الخرطوم بيمدد معاه والهواء ماشي معاه. فدايما الجهاز اللي في ايد البشار عليه اهو، انا بشاور هنا، جهاز اللي بشاور عليه ده اسمه جهاز قياس الغازات، لازم هو يكون عارف هو فين، ايه الغازات. الجهاز ده مجرد ما بيشتغل بيظهر له على الشاشه الصغيره بتاعته الغازات اللي في المكان بالنسب بتاعتها. بس بفكرك بالجهاز بتاع مرحوم عبد العاطي، فاكرينه؟ كان بيدي مش عارف ايه شاور على الايدز كده شبهه كده. هون ده جهاز قياس الغازات، وده من العدد والادوات المهمه اللي المفروض يعني مشرف الانقاذ او اخصائي الانقاذ اللي رايح يدخل موقع يعمل اقتحام لموقع كان فيه حريق يكون معاه الجهاز ده ضمن الامدادات بتاعته وضمن الادوات بتاعته. بقى هنعدي دي كلها، زي ما قلنا بتسحب الهواء الموجود وتعمل له تنقيه، ده جهاز التفصيل تسحب الهواء وتعمل له تنقيه قبل الدخل على الجهاز التنفسي لجسم الانسان. طبعا دي أقنعة خاصة بتحمي الجسم من غاز أكسيد الكربون القاتل اللي هو أحد مخرجات الدخان. كل دي بتوزع أثناء الحريق عشان يهرب بيها خوفا من غاز أو أكسيد الكربون. طبعا احنا قلنا ان اخصائي الصحه المهنيه في محاضره الصحه المهنيه، عيد بس النقطه دي، لازم يكون عنده الحد الادنى من الاجهزه والمعدات اللي تخليه يختبر بيئه العمل. طبعا بيئه العمل زي ما اتكلمنا فيها عن الضوضاء مثلا في المحاضره السابقه، لازم يتاكد بيئه العمل من حيث الاستضاءه، ان الاضاءه عندك كام، في حد ادنى للاضاءه بتتقاس بالكاندل او بالليمونت، عندك في مكان عمل كام اكسجين، كام في الميه الكلور في الهواء، كام في الميه الاتربة، كميات كام في الميه. فلازم يعرف الحدود بتاعته اللي هي لو زادت عن كده يوقف العمل او يستخدم بي بي اي، او المواد المهمه زي الاكسجين او الاستضاءه مثلا لو قلت عن كده يوقف العمل لحد ما يشوف حل بان الاكسجين يرفع يركب مراوح تهويه يتصرف. دي كل دي صور لاجهزه. طبعا لما يكون عندي عمل في اماكن مغلقه فلازم ان قبل ما اسمح للعامل بالنزول الى الاماكن المغلقه استخدم جهاز قياس الغازات للعمل في الاماكن المغلقه، واطلع القراءات بتاعتي واشوف هل القراءات دي تعني انه يمكن العمل او لا. ده شكل جهاز القراءات اللي بيديني نسب الغازات المختلفه في البيئه المحيطه بيه. احيانا بيكون مبرمج على نسبه معينه، بمجرد ما بيصل لهذه النسبه بيديك صفاره او الارم. طبعا في اجهزه مختلفه اما مالتي يعني تقيس اكثر من غاز، او اجهزه مصممه لغازات معينه زي الاتش 2 اس او السي او او الاو 2 او غيره.
كل صور لأجهزة قياس الغازات قبل ما ينزل المكان عشان لا يتصدم هناك بحاجة مش عامل حسابها يقيس الغازات في مكان المرايح. طبعا جهاز ده لقياس الاستضاءة، شوف هل الإضاءة في المكان ده مناسبة، لأن لو شغالين عمال في أعمال مكتبية أو في أشياء فيها قراءة وكتابة لازم يكون عنده الحد الأدنى من الإضاءة في هذا المكان. دي مضخات بياخد منها عينة من الهواء عشان يوديها المختبر ويحلل الهواء ده في المختبر يشوف نسب الغازات فيه كام. كل دي أجهزة هدفها قياس نسب الغازات وقياس التعرض الإشعاعي وغيرها من الأجهزة. الإسعافات الأولية من ضمن البي بي إي، بس هو مش فردي، هو يعني حتى لازم يكون في كل قسم أو حتى الفرد نفسه يكون معاه في جيبه أو معاه في الحقيبة بتاعته الحد الأدنى من الإسعافات الأولية المطلوبة لدى الشركات. زي ما اتكلمت عن بطاريه الحريق ان هي بتستخدم لعزل الماده المشتعله عن الهواء، لعزل الماده المشتعله عن الهواء الجوي تحجبها كده، فتستخدم اسطوانه البطاريه لهذا الغرض، اما ان شخص او ماده مشتعله جت عليها النار فيتم تغطيته بهذه البطانيه وشدها عليه حتى تحجب الاكسجين عن قاع اللهب. طبعا جهاز ده الان مؤخرا تم تزويد الحرم النبوي والحرم المكي وبعض المساجد الكبرى بهذا الجهاز، لأن الجهاز هذا مفيد في حالة يعني وجود أزمة قلبية، لو مريض قلب جات له أزمة قلبية أو واحد كان معاض الغرق طلعوه من المية في آخر لحظة وكان هيغرق خلاص بيحتاج إلى هذا الجهاز. هذه النقلات أو الحواف حافة أو ناقلة اللي هتحتاجها عشان لو عامل سقط من ارتفاع ورجله اتكسرت أو دراعه اتكسر ما ينفعش تمشيه ولا تشيله عادي كده، لا لازم يحمل على هذه الناقلة بنفس وضعيته فقط بدون ما حد يحرك له أي حاجة. طبعا في عندي حاجة اسمها الأفرول، والأفرول ده من اسمه كده أوفر أول، بيكون مغطي الجسم كله من أخمص القدم وحتى شعر الرأس في الأماكن الموبوءة أو اللي فيها إشعال أو اللي فيها حرارة عالية نتيجة الحريق وغيره. دايما بيبقى فيه بي بي اي بالطريقه دي عشان يحمي الشخص في المكان اللي هو موجود فيه. بعض الافرول ده بيكون بس عشان الحريق، بعضها عشان فيه كمان المواد الكيماويه اللي هتتسكب لو ماده كيميائيه نزلت ما تجيش عليه ما تسببلوش مشكله، فهو بيريح دماغه وبيحمي جسمه كله بالافرول بهذه الطريقه. زي ما قلنا صاحب العمل مسؤول، صاحب العمل مسؤول عن توفير البي بي اي بشكل عام، ما تروحش تشتريها، لا صاحب العمل وفرها لك، لو ما وفرهاش اشتكي. كمان مثلا بقول لك ايه، لازم هو يكون عارف العامل ده ايه المطلوب عليه كبي بي اي المفروض هو يكون لابسه، تمام، والمواد اللي ماده مشعه فهيتعامل معاها بلبس خاص لماده مشعه. طبعا الرأس والوجه والقدمين مستهدفين، لأن لو أي يعني حد لمس في وشه كده هبقى عاهل، فدايما نقول الرأس تلبسها خوذة والوجه تلبسه ماسك في حال كان مطلوب والنضارة على عينك لحماية العين من الشرر واللهب المتطاير. طبعا ده حزام الامان، وده يستخدم حينما يكون هناك عمل في الاماكن المغلقه، لو في حد بيشتغل في مكان مغلق عفوا مكان الاماكن العاليه، اعتذر بس عن اللخبطه اليوم كتيره شويه، عند العمل في الاماكن المرتفعه او الاماكن العاليه على سطح الارض طالما انه في مكان مرتفع او عالي فبيلبس الحزام ده عشان يوزع الحمل بتاعه على جسمه كله، لان الحزام القديم التاني كان ممكن يسبب يعني كسر في الظهر، لكن النوع ده مصمم على تحميل ثقل الجسم على جميع أجزاء الجسم في وقت واحد. كل دي أشكال مختلفة لحزام الأمان،
اللي هو المفروض العامل شغال في اماكن مرتفعه يكون لابسه. اثناء اللحام، ودي اقنعه خاصه للحام بتحمي العين من الموجات من الموجات الالترا فايلت، موجات البنفسجيه الفوق نفسجيه، تمام، وفي نفس الوقت بتحمي الجهاز التنفسي من الغازات السامه زي السي او وغيرها. هذه كلها اقنعه خاصه للحام، واللي هينتج عنه زي ما قلنا غازات سامه، او هينتج عنه لهب متطاير. وحماية الأذن هتكلم عنها في محاضرة خاصة بالحماية السمعية، وتكلمنا عن المواد هذه اللي بتستخدم، البلوجنز والسدادات هذه اللي بتستخدم في الوقاية من أمراض السمعية أو في تحسين السمع. القفازات يا جماعة مش نوع واحد، في قفازات خاصة للتحميل والتنزيل، العامل بيشيله ويحط كل لمسة في إيده، في قفازات تانية خاصة ب الفايبريشنز اللي هي الاهتزازات، لو شغال بدريل على الأرض إيده بتتهز جامد، فده برضو عشان احمي دراعه واحمي ايده بقول له البس القفاز بتاع الفايبريشنز. في قفاز تاني خاص بالكهرباء عند العمل في اعمال كهربائيه، تحديدا اعمال كهربائيه، وهكذا من انواع القفازات الاخرى. حتى الكيميائي او العامل اللي شغال محتاج يلبس قفاز او قفاز يعني مضاد للمواد الكيميائيه زي اللي هو لابسه في ايده. النظارات مهمه جدا لحمايه العين، بالذات لو انت شغال في مكان اما فيه اتربه عاليه او في مواد متطايره من اعمال اللحام والقطع ممكن تؤدي الى اصابات او انسيدنس حتى اللي هي يعني اصابات وشيكه. اشكال مختلفه من النظارات، طبعا انا عندي حاجه اسمها كلير لينس هي النظاره الشفافه، وعندي حاجه اسمها شيد لينس هي النظارات المغموره اللي هي عليها طبقه يعني تم عليها طبقة كده عن الدار نفسها بحيث تقلل من أشعة الشمس اللي داخل الجسم. طبعا زي ما قلنا في أجهزة التبريد، لو الإنقاذ فرق الإنقاذ داخلة في مكان محترق مثلا من أكثر من 7 دقائق، معنى كده إن المكان بدرجة الحرارة فيها تكون عالية، فلازم يكون لابس ملابس واقية من اللهب والحرارة الناتجة في هذا المكان. كده احنا خلصنا المحاضرة بتاعت البي بي اي، وخلصنا معاها محتوى هذه الدورة. اتمنى ان اكون يعني قدمت لكم شيء جديد او قدمت لكم شيء مفيد، واعذروني النهاردة في اخر محاضرة شوية مش مركز مع نهاية اليوم، لان التوقيت عندي توقيت الامارات الساعة كام النهاردة؟ الساعة كام حاليا؟ الساعة 12 شوية. فعلى كل عايزين نشوف الأسئلة والمداخلات اللي كنتم محضرينها. كان فين المهندس اللي كان عنده سؤال على الطفايات الـ A والـ B والـ C؟ طفايات الـ A والـ B والـ C يرفع ايده المهندس احمد هيديله المايك علشان يسال سؤاله، لان ما فهمتوش لما كتب الكتاب. عفوا مس، زي ما النت فصل ورجع تاني، اتفضل معاك. هنشوف بس الأسئلة وبعدين ربط الحضور، وهنتفق على الاختبار الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله. ممكن باشمهندس بس نقفل الريكورد بعد إذنك؟